يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم، فإن الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويقول: فإن قاتلوهم فقاتلوكم فاقتلوهم، ويقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن والله لقد صبرنا كثيرا وحلمنا كثيرا ونصحنا كثيرا وقمنا بما نرى أنه واجب علينا من مزيد الصبر، ولم يفد ذلك هؤلاء القوم البغاة الظلمة الغشمة الذين والله إن اليهود أرحم منهم، وكذلك أيضا كل فرق المجرمة أرحم منهم. ومن هذا الموقف أهيبوا بإخوان الدعاء حاضرين وغائبين، وبإخوان المسلمين حاضرين وغائبين، أن يهبوا لنداء الجهاد في سبيل الله عز وجل قائمين بما أوجب الله وكما أراد ربنا سبحانه وتعالى وكما أمرنا سبحانه وتعالى، وفي هذا نأمل نصر الله. والله على بغيهم وعدوانهم نرى أننا لو لم تكن معنا قوة مثل قوتهم ولا حتى نصف قوتهم، فإننا نأمل من ربنا سبحانه أن لا يخزينا وأن لا يذلنا، وهذا والله رجاؤنا فيه. فإياكم وما يحصل من الشيطان من التخوف، كما قال الله سبحانه: فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال ربنا سبحانه مبايعا للعباد المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم